بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني التلاميذ والاباء والامهات، كنرحب بكم في هذا الاكزرسيس اللي يعني نشوفكم خلاله كيفاش كنستعملوا هذه العمليات الاربعه، يعني الزائد ولا الناقص ولا الضرب. هذه العمليات يعني خاصه بالسنه يعني الثانيه الاولى اعدادي والثانيه اعدادي. فكاين بعض الامهات اللي اتصلوا بيا وقالوا لي بان بحال الام اللي قالت لي عندها ولدها ما كيفهمش الرياضيات وخدوا المراجعه فما كيبغيش يدخل ليها راسهم، ف حاولوا تتبع معايا دقه دقه، وان شاء الله غادي يولي ولدك وانتم كاملين اللي عنده مشكل هذا المشكل هذا غادي يولي ولدكم كيفهم الرياضيات يعني بطريقه يعني مريحه وسهله. غير هو ضروري باش ننجزوا هذه العمليات خاصك ولدك كيفهم جدول الضرب تكون حافظه. غير مثال، مثلا بغيت خارج مثلا العمليه هذه وراه لا الضغط كيعرف شحال كتساوي 6 في 7، حيت اذا ما كيعرفهاش عجيبه خاطئه، او 5 في 7 اذا ما كيعرفش كتساوي 35، اه هذا عندي تجربه خاطئه. انا باش نتفاهموا بحال كنت كنقول دائما بحال شي ميكانيكي باغي يبدل مثلا غير السكر ولا الطوموبيل، الا ما عندوش كريكو الساروت واخا كيعرف الطريقه راه ما يمكنش يبدلها، ما يمكنش هو يحل مثلا ويضا بيدو ولا مثلا يهز ويضا بيدو، لا بالضغط لي زوتي نيسيسير. هنا التلميذ في هنا في الثانيه في الاولى والثانيه لي زوتي ديالو شنو هما جدول الضغط خصو كيعرفهم. الو نشوفوا اول عمليه عندي 14 على 6 زائد 10 على 6، فكيفاش كنخرجوا هذه؟ لاحظوا معايا عندي البصمه ديال المقام، هنا عندي المقام عندي فيه 6 عندي هنا فيه 6، المقام واحد. كنقول القاعده اذا كان شي عدد مثلا ا على بي زائد 6 على بي، وكيكون هذا المقام ديال هذا العدد بحالو بحال هذا، هذا كيتسمى مقام موحد. هنا كتكون القضيه سهله، اش كنقول؟ تساوي كندير بحال هكذايا، هذا المقام موحد نكتبو هنا بي، واش كندير هنا في البار؟ هذا البار ديال هذا زائد ديال هذا ا زائد سي، صافي بكل بساطه. واللي كان هنايا ناقص عاد تكون هنايا ناقص، ياك؟ دابا هادي عرفوها، سهله ندخلها راسي، اما تبقاوها هنايا. عندنا 14 على 6 زائد 10 على 6، المقام واحد ياك هو 6، إذا تساوي كندير هنايا 6، صافي. هنا عندي زائد، إذا هنا زائد، إذا شنو كنكتب؟ 14 زائد 10، 14 زائد 10 تساوي 24 زائد 6، وهنا خصك تكون حافظ جدول الضرب، لأن إذا كنت حافظ جدول الضرب غنكون عارف بلي ان 6 في 4 كتساوي 24، وبالتالي كيسهل عليا نقول بلي ان 24 مقسومة على 6 تساوي 4، او نكتبها بحال هذا الشكل نقول هاد 24 هي 6 في 4 على 6، وبالتالي كنختزل 6 مع 6 كتبقى لي 4 اللي بغيت، اما نختزل بحال الشكل هذايا أو نكون حافظ جدول الضرب باش نقول 24 على 6 كتساوي 4، مزيان. ندوز لهادي بنفس الطريقة، عندي 25 على 12 ناقص 15 على 12 كتساوي شنو؟ المقام قلنا موحد هو 12، ملي يكون المقام بحال كنجي هنا نكتبو هنا 12، ألوغ هنا شنو عندي هنا ناقص؟ ألوغ هنايا ناقص، ألوغ 25 ناقص 15 تساوي 25 ناقص 15 هي 10 على 12، وهنا كما قلت تعاود خصني نكون حافظ جدول الضرب، لان اذا حافظ جدول عادي نقول على 10 هي 5 في 2 على، وهاد 12 هي 6 في 2، وبالتالي كنختزل بهاد 2 مع 2 كتساوي 5 على 6. ها شوفوا هذه هي 7 على 2 زائد 5 على 6، شنو كتلاحظوا؟ هذه ماشي بحال هذه، شنو هو الفرق؟ هنا عندي المقام بحال فيه هنا 6 وهنا فيه 6، هنا لا، هنا عندي 6 وهنا عندي 2، ولكن هنا كنلاحظ 2 راه قاسم ديال 6، إذا شنو كنعمل؟ كنحاول هاد المقام هذا نرجعو بحال هذا، إذا شنو خصني نستعمل هنا؟ كنحاول
نضرب هنايا شنو خصني ندير هنا باش يولي حتى هو 6؟ خصني نضرب في 3. اذا حتى هنا خصني نضرب في 3. وكتعرفوا بانه الا كان عندي مثلا شي عدد مثلا ا على ب، عندي الحق نضرب هنا في عدد وهنا في نفس العدد، ما كيتغيرش. هنا مثلا في 5 وهنا في 5 ما كيتغيرش. بحال مثلا 10 على 2 راه تساوي 10 في 5 على 2 في 5، كتبقى هي هاد 10 على 5 هي 5، 10 على 2 هي 5، و 50 على 10 هي 5. اذا هذه شنو كتصبح عندي؟ هي واحد يعني هي 7 في 3 هي 21 على 6 زائد 5 على 6. اذا هل المقام ولا موحد؟ اذا دابا نقدر نستعمل نفس الطريقه اللي استعملتها انا ونقول كتساوي المقام واحد هو 6، الو 21 زائد 5 اللي كتساوي هي 26 على 6. وديما باش كنختزل هاد 26 يعني هي 13 في 2 على 3 هي 6، هي 3 في 2 كنختزل ب 2 مع 2 وكتبقى ليا 13 على 3. دابا نشوفوا هذه 6 على 5 زائد 2 على 7، شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا عندنا جوج ملاحظة. الملاحظة الأولى هذه ماشي بحال هذه، المقام ماشي موحد، أنا عندي 5 وأنا عندي 7 ياك. والملاحظة الثانية هو أنه هنا هذه ماشي بحال هذه، علاش؟ واخا هما بجوج المقام ماشي موحد، ولكن هاد جوج كانت القاسم ديال 6، يعني جوج في 3 كتساوي 6. هاد 5 و 7 ما عندهم حتى شي علاقة، ما كاينش شي عدد كنضربو في 5 كيعطيني 7، يعني ما نقدرش نطبق العلاقة هذه. في هاد الحالة تبعوا معايا مزيان، في هاد الحالة شنو كنعمل؟ غادي نضرب هاد 5 نكتب بحال هكذا، راه نكتبها هنايا باش نربح السباس. عندنا 6 على 5 زائد 2 على 7، شوف شنو غادي ندير. عندنا هنايا هاد 5 عندنا في هادي وهادي نضرب في هادي، يعني 5 في 7 إذا حتى في 7، وهاد 7 عندنا في 5 ولكن حتى انا نضرب 5. دائما خصني فيما نضرب شي عدد في المقام نعاودو في البسط. دابا شفتو كيفاش في هاد الحاله؟ هادي كنضربها في هادي، وهنا هادي كنضربها في هادي، وفي هاد الحاله هادي كيولي عندي المقام واحد، تساوي هنا كتولي عندي 35 وهنا 6 في 7 42 زائد هنا كذلك 35 وهنا جوج في 5 10. ودابا كيبدا ينطبق بحال هنايا لان المقام واحد، اذا قلنا هي 35 وهنا 42 زائد 10 اللي كتساوي 52 على 35. هنا ما عندي ما نختزل، لان ما عنديش هنايا قاسم مشترك، ما عندي ما نختزل. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد القاعده هي. اذا هذه كتساوي 52 على 35. نشوفوا دابا هذه، عندي هنا 9 زائد 1 على 2. شنو الملاحظه اللي عندي هنايا؟ اول حاجه ما عنديش بحال هذه، هذيك الملاحظه الاولى المقام عندي غير هنا، انا ما عنديش المقام. اذا هذا اكس زدت هاد القاعده هادي باش ما تلفوش. اذا ملي يكون عندنا ما عندناش المقام نديرو، حيت اي عدد مقام، اي عدد. اذا نكتب 9 على 1 صافي، يعني المشكل ديال المقام مابقاش عندي ياك. اذا عاد تكون هذه هي، عاد تكون اما كتبع الحاله هذه او هذه او هذه، هذا فيهم راه باقي ما كتشبه.
واحد ديك هذه ما كتباش ليها، علاش؟ حيت ما عنديش نفس المقام، هنا واحد انا اثنان، والكتبان هذه الا، علاش؟ حيت هنا خمسه وسبعه ما عندهمش علاقه، ولكن هنا واحد واثنان عندهم علاقه، واحد والقاسم هي اثنان، ان واحد في اثنان تساوي اثنان، بحال هنا اثنان في ثلاثه تساوي سته، اذا طبق العلاقه ديال هذه هي شناهي، اذا كتساوي سعود على واحد زائد واحد على اثنان، ولكن خصني هاد واحد يولي قد اثنان، ديما الصغار خصو يولي قد الكبير باش يولي قدو، هاد واحد خصني نضربو، هاد واحد خصني نضربو في اثنان، إذا حتى هنا في اثنان، هاي باش شنو كيولي عندي؟ تساوي هادي ولات واحد في اثنان هي اثنان، وتسعة في اثنان هي 18، زائد هادي تبقى كما هي، حنا عندنا اثنان، واحد على اثنان تساوي 18 زائد واحد على اثنان، طبق دابا العلاقة هادية، ديما كنحاول نرجع لهادي اللي كتساوي هي 19 على اثنان، ما عندي ما نختزل لأن 19 و اثنان ما عندهمش أن فاكتور كومان، يعني ما عندهمش قاسم مشترك، اللي كتبقى بحال هكا. ألو باش ما نكثرش عليكم، حاولوا الضرب نشوفوه في أسفل الفيديو، يعني فيديو آخر باش ما يبقاش الا كثرت كان فيديو طويل كيوقع الملل وقدرات التنبيه ما يجيش كلشي، اذا نحاول نخلي الضرب بوحدو دابا شدوا ليا غير هادي. خلاصه كاين عندنا تلات ديال الانواع، كاين هاد المقام موحد هاد الطريقه كيفاش هي، او قدر يكون عندي المقام ماشي موحد ولكن كيكون واحد المقام هو القاسم ديال العدد الكبير، يعني كيكون هذاك العدد كنضربو في شي عدد كيعطيني عدد كبير، او كيكون مثلا عندي هاد المقامين بجوجهم ما عندهم حتى علاقه بيناتهم، فكنضرب هذا في هذا وهنا كنضرب هذا في هذا، او كيكون مثلا ما عنديش المقام، مثلا هنا ما عنديش المقام، فكنحاول نديرو كيفاش كنديرو، كنقسم على واحد، لان اي عدد كما كان كيمكن نقسمو على واحد، مثلا ا كتساوي ا على واحد. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان اخواني التلاميذ، ونضاركم موعد في تمرين اخر، غادي نبقى غادي وكنطلع في النبوح شويه، غادي وكنطلع كنطلع، ولكن نتمنى نطلب منكم انكم هاد القواعد تعرفوهم وحفظوا جدول الضرب. السلام عليكم.